العشرات من أصحاب عجلات التوك توك يتظاهرون في بعقوبة بمحافظة ديالة رفضاً للإجراءات المرورية التي وصفوها بحملة قطع الأرزاق عقب حجز دراجاتهم بدعي عدم امتلاكهم لوحات مرورية أو إجازات قيادة. إحنا أصحاب التكاتك، إحنا طالعين لأسباب عدة، حجز وغرامة، وكلنا أصحاب عوائل وأصحاب جهال وقاعدين أجارات، لا راتب لا كل شيء ما عندنا. ده يجي يحجزني يغرمني 100,000 على مال من يغرمني 100,000، ليش مسواني؟ بس أردفت إحنا اللي مسوينا شنو؟ إحنا طالعين على باب الله نشتغل حارين بعيشتنا، إحنا يوميتنا 15-20,000 بالزايد، زين أنت تجي تغرمني 100,000 ليش؟ ومع ذلك يجي يغرمني 100,000 ما ينطيني وصل غرامة، يجي يعطيني 50 ينطيني 100 وروح ينطيني قصاصة صغيرة، يعني شنو هذا بوك هذا عمي؟ أصحاب التوك توك اتهموا مديرية المرور بتعطيل مصالحهم المعيشية بفرض إجراءات عمل معقدة، فيما أكدوا غياب أي تسهيلات لمنح لوحات التسجيل. على مود العيشة إحنا طالعين هم محاربينا، يعني إحنا عيشتنا على هاي المهجومة، وين نروح؟ يعني هو يحرسك يخليك تطلع من طريق العدل إلى الأسوأ، وين نروح يعني؟ هسه لو اكو راتب إحنا ما نطلع بيها، ليش طببتوها؟ وليش بعدين تسوي الغلط والنوب الصححة؟ أصحاب عجلات التوك توك لم يكتفوا بالتظاهر أمام مجلس المحافظة، بل انتقلوا إلى مقر مديرية المرور وسط بعقوبة للمطالبة بإيقاف إجراءات المديرية التي أكدوا رفضها تسجيل عجلاتهم. هنا التكتك اللي يحجزونها ياخذون من عنده 150 اللي يطلعونها، وبالشارع ياخذون من عندنا. هسه احنا هنا بس بدياله يجلس ترقيم ما يرضون يرقموننا. يعني احنا هسه انا يتيم، يعني ماكو هي يعني كلهم يتامى كل اللي تعرفون 600 و700 يردون الترقيم ما جاي يرضوني على الترقيم، يعني فضلوني. السلطات في دياله تعهدت على لسان المحافظ مثنى التميمي بإيقاف إجراءات حجز التوك توك بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، إلا أن المتظاهرين أكدوا أنهم تلقوا الكثير من الوعود المماثلة والتي ظلت معلقة التسويف والمماطلة دون تحقيقها على أرض الواقع.